السلام عليكم اخوان، نهاركم مبروك وتحيه لكم وتحيه للخوت الحلال. اليوم راه كنتواجدوا في حد البروج اقليم 16 اخوان بتاريخ 2024 شهر 9 في 29 اخوان. تبارك الله. اول حاجه الاخوان هضرت في السوق، تبارك الله اللهم بارك، هذا الشو ديال الخير الثمن كاين بزاف الاخوان، والمليح راه كاين تبارك الله. كل عاد الاخوان الى عجبكم الفيديو ديروا لايك للفيديو وبارطاج الاخوان، بارطاج مع الاخوان ديالكم، ماشي لايك الفيديو خير منكم الاخوان، اي حاجه كديروها راه خير منكم. كنشكركم على اي حاجه كديروها الاخوان. شوف على بركه الله نشوف الاثمان ديال الصوت، تبارك الله الله يدير الشو ديال الخير. الثمن راه كاين تمام بزاف الاخوان، نتوما غتحكموا والله يسر الجميع. تبارك الله الاخوان اللهم بارك. المليح تبارك الله كيف يكون مليح، الاغلب ملي كتعجبني الاخوان كيكون يكون مليح تبارك الله. والثمن اخوانك عارفين في السوق، الثمن كاين في السوق تبارك الله، والمليح راه كاين تبارك الله. السلعه اخوان عبد اخويا عبد الصادق شي حاجه كاليتي الاخوان اللهم بارك. كدير الحال خرفان اللهم بارك تبارك الله. تبارك الله شحال السي عبد الصادق الخير اخوان؟ غنقول لك حنا راس مارهم الرزاق الله. قول اخويا مليون و20 عاطي لنا فيهم 6000. مليون و20 عطاك 6000؟ اي هذا عطا 4000 درهم. تبارك الله اللهم بارك. الاملاح تبارك الله هذا كيخدم من العاج مليح. تبارك الله. الله يجعل البركه. كيفاش عبد الصادق؟ الله يجعل البركه. واش غادي؟ راه ما يتيقوش بنادم دابا مع الاثمنه. الناس اللي كتفرج على القنوات الاخرى راه باين الثمن راه كيشوف. تقول لي هذا معطيه فيه 4000 درهم وما بغينا نبيعو. انت كتمشى مع السوق دروك. هذا شحال اخو عبد الصادق؟ هذا هذا عاطينا شي 63 اخو. تبارك الله. 63 رخيص. عرفتي علاش؟ وعاد الركيبه. الله يحفظك اودي عبد الصادق. ما خسر لي حتى حاجه. هذه من هجي؟ ما بيناش اخو عبد الصادق. المهم الناس كتشوف. انتم الاخوان كتشوفوا ترى هذه ما فيهاش مشكل. عجيه عم يصل ودهم. شتي؟ عبد الصادق. والله انا ما بان ليا صراحه. هو ما بان لكش المشاهدين كيشوفوا يقولوا الاخوان بات لكم شي حاجه ولا لا انتم؟ تبارك الله اللهم بارك. عبد الصادق ما في والو اخويا والله صراحه خروج زين 63 قال لك هذا عبد الصادق ساري عندك الراجل هذاك الاخوان سي عبد الصادق النمر ديالك ديال الخرفان ودير هذا اخويا صفيان قول اخويا 06 16 74 74 53 23 الله يسر الله يجيب تيسير الاخوان اللي بغى هذه اللي عجبو هكا الاخوان انا ما بان ليش الاخوان انتم شوفوا انتم حكموا انا ما بان ليش اسم محمد صراحه الناس يجيب 70 لما يجيبهاش سفيان ونقول لك انا ما بان لي صراحه ما بان ليش على المشاهدين يحكموا هادو شحال هادو شاري عندهم وهذا تقول لي شحال هادو لا دابا حاجه شاري عندهم بغيتيني نقول لك فيه راه تو راه داكشي اللي كاين تو راه ماشي غشمي والله ما تدي بالك الله يسهل الله يسهل عليك تبارك الله الاخوان اللهم بارك وعسى اللهم بارك اليوم تبارك الله كاين اللي مليح الاخوان وكاليتي ديال الاخوان تبارك الله كاين اخوان الثمن اليوم الثمن كاين الثمن زود الفلوس اليوم تبارك الله اللهم بارك هذا الشيء ديال الخير اليوم الاخوان درت في الصباح نيت انا والثمن الاخوان الله يهلا تبارك الله الله يبارك هذا الشيء ديال الخير شحال هذا اسم محمد خلاصهم 69000 69000 خلاصهم خلاصهم اللي مقدمونا وعطينا لهم 6000 خمسه عطاهم 6000 ديال الرباح هما ب 69000 3450 درهم تبارك الله الله يبارك خمس خربان زينين الصومه راه كاينه الله يدير الشو ديال الخير ثمن بزاف الاخوان صراحه اليوم الثمن بزاف الله يدير الشو ديال الخير سلعه مليحه تبارك الله عندك الدار نوتو اسمح لنا نعطينا النمر ديالك. اي مرحبا. هادو راه حنا راكم مشروكين شحال. كاين جوج اخرين راه فينا. اي ندوزو انتوما ان شاء الله. غير شي واحد بغى بحال هذا الخير هذا وصافي. اي مرحبا. قول اخو. 06 06 77 77 20 20 60 60 66 66 اي ندوزو ذوك الجوج بلاتي. واش غايورينا هذا. اي اصغر يكون زعما الثمن غايكون ثمن. هاي الثمن اخو. شحال؟ 119 بلاصه. 118 وعاطينهم 1000 119 بحال 59 59 59 غالبا الاخوان هادو 59 59 بلاصه تزيد ديري في قبك اسمح واش غادي ديرها والله تهرب به بالله تهرب بهم بجوج هادو ثمن الاخوان صراحه انتم انت كتفرجوا الاخوان وكتشوف الله يلا انا والله مش انا والله مشيت خروف انا راه مشيت حتى حاجه بقيت قاعد واقف هو الثمن كيتزاد نهار لنهار لا خاص خاص يدور يدور في القانون ديال هذا السوق صراحه الاخوان والله لا غير شي دير السوق راه بنادم راه مكرفس محر واخا دير قانون راه كاين الصاير كاين العلب شحال بنادم الاخرين ما داولكش نقولوا هذاك الدري وداك الراجل السلام عليكم كي داير لاباس عليك هاني الله يحفظك ليا الله يكبر فيك شحال هاد الجوج هادو؟ اخويا هادو عطيناهم الصباح من 138 138 وقبنا جنا 137 137 تبارك الله 137 تقريبا شحال؟ تقريبا شحال؟
شحال كنت الثمن تقريبا ديالهم؟ شي 68 ولا شي بحال هكا. شنو قلاش؟ تبارك والله 68 ونص. والمليح راه كاين، راه ما ندويوش، ولكن والله لا سلعه زوينه. ها انتم بالي خويا راكم كتشوفوا الثمن، الله يدير الشغل ديال الخير. والله الا حنا تقارنا بهذا الثمن حق راه العظيم، عارف شنو السبب موتيلي؟ ولا كان السبب موتيلي وانت خويا هادو شي قانون واش حيدوهم؟ ولا كان السبب ديالهم؟ الله يسر دير النمر ديالك. دير 06 13 52 52 05 05 97. هاتوما الخوان كتشوفوا تبارك الله راه الثمن. ولا كان السبب موتيلي وانت خويا صراحه دير شي قانون باش يحيدوهم من هنا وجبت انا نحيدو. الله يسر لك الاخوان، مع دابا هاد البلد ديال الاخوان اللهم بارك المليح، وعند اللحيه ديالنا الاخوان معروف بالسوق اللهم بارك. ايديا انتهاني مع دابا هاد البلد تبارك الله. حاس لي عربي بعتيها مع الصباح جات في الليل بنصورها الصوفي عجبتني الرقم واحد في البروح الشاقع. حتى اخوان عجبتني تبارك الله، الله يسهل الله يسهل عليك. مشات في الليل الاخوان بتصورها ولا كرهت الظلمه الاخوان. شوف هذاك تا هو صاحبنا الله يسهل عليك الله يسهل عليك. شحال هادو اخويا؟ هادو راه براك ديال 65 و600. هادو بسته 65 و600. تبارك الله معاهم تا جوج غلاط ياك. هادو راه 138، هذا ب 68، هذا ب 60، هادو 128، هادو قلت لك شحال؟ هذا ب 60، هذا 60000، هذا 68، هذا 138. هادشي ما بقى لي حدود الله اعلم، ما بقى لي حدود. والثمن كاين ومشكلة الثمن، هذا الثمن كاين والناس كتشري الحمد لله. اش كدير؟ الناس ما عندهاش البديل، ما عندهاش حاجة من غير الحرفة، ما عندهاش ما خلات الفلوس في الجويبة باقا تمشي تحل، خاصها تحزن الفلوس بحال هكا تدفع فلوسها في الغلا وصافي. هذا الشيء اللي الله يدير الشيء هو درك. عطيني النمر ديالك لهذا السي هذا. 06 22 41 21 00. الاخوه اللي بغى بحال هادو، هادو الاتباع الله يسهل، اللي بغاهم مرحبا، اللي بغى شي حاجه هادشي مرحبا مرحبا. يلاه الله يسهل عليك. واش حاجه مقدم تسمعنا في القناه؟ سفيان ونحيي المشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن. الله يحفظك، انت راه عزيز علينا، عزيز علينا باش بالمعقول، كاين معقول. شوف راه راسك واحد اللي كينكر يطلع كيتهود ما تفوتوش، إذا كتبتي غتحرمه. راه نقولها لك في وجهك ونقولها حتى للمشاهدين، والله كما فيك المعقول اللي دزتي في القناة. بارك الله فيك، الله يسهل عليك، الله يسهل. تبارك الله الإخوان، اللهم بارك. الإخوان حنايا غتسمحوا لي، أنا راه كنحاول غير نصور لكم، والثمن لا يحسن العوان، ما هذا الشيء هو ديال الخير. أنا نبين لكم غير المليح ونمتع المشاهدين، الناس العشاقة ديال الغلم. اما الناس اللي كيبغيو يشريو عروض الشراء الثمن راه كاين تبارك الله، لا مليح الكاليتي ديال السلعه تبارك الله هذه اللهم بارك. السلعه بالدريه مليحه، والبياض الاخوان راه في الثمن بزاف، هذا البياضي اكثر من الغليظ تبارك الله. سي عبد الرحيم كي داير؟ هاني لاباس عليك الله يحفظك، تحيه يا اخويا لاباس عليك هاني تبارك الله. شحال اخو عبد الرحيم الخير؟ 70 و700 تبارك الله. المشرى الاخوان 70 و700 تبارك الله اللهم بارك. كاين الاخوان اللي غايجي كاين تماما تبارك الله راه المليح، كيقول لك اللهم ندي حاجه مليحه ونقيه، معلفه ومكل مكل ومعلف معلف، اللهم ندي حاجه نقيه ومليحه، بقات كل زيد شويه ديال الفلوس اللهم في المليح تبارك الله. عاد العيد وعاد يبيع 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 بوجه احمر تبارك الله. هادو نشوف حاليا مع الوقت الاخوان تبارك الله، خدموا جوج شويه عبد الرحيم، خدموا في حاليين وخدموا اللي بغى العيد تبارك الله. يا استاذ عبد الرحيم عطيني النمر ديالك تبارك الله اللهم بارك. قول يعطيني النمر ديالك 06 46 04 91 85. تبارك الله شوف اللهم بارك، الروايد ديالهم تبارك الله قداش الظهر اللهم بارك، ولا مليح قاريت الراس تبارك الله. نعاودوش الهضره، اللي بغى يتهلا وكا عنده تبارك الله كيعرف يتهلا بالغلم، بحال هذا راه ما يخمم ليه وعنده الخير موجود الحمد لله، راه ما يخممش هذا تبارك الله. يستر عبد الرحيم تبارك الله الاخوان اللهم بارك، وعسى على الاخوان اللهم بارك تبارك الله. كي داير الريس؟ لاباس عليك هاني، نهارك مبروك بعدا تبارك الله الله يبارك. سلعه مليحه الاخوان هذه تبارك الله، كاليتي ديال الغلم مر عليها اخو سفيان كاين المليح تبارك الله اللهم بارك. وبرعتي صراحه المليحه راه كاين تبارك الله، الله يسهل عليك. شحال الخير اسم محمد؟ ولاو ثمن هذا ما حسبناش ليها، ما حاسبش الثمن عارف منين؟ من 2300 درهم حتى 2500 درهم، من 2300 درهم حتى 2500 درهم تبارك الله الله يبارك. سلعه مليحه شحال كان من راس محمد؟ 25 25
24 ريال باش حاجه مرحبا راه مبرو اي مرحبا غدير النمر ديالك اخوان هذا قال لك كاين 24 راس واللي بغى شي حاجه بحال هذه راه غادي النمر السي مرحبا به تبارك الله مرحبا غير المليح غير المليح لا مليح تبارك الله عطيني النمر ديالك 06 94 03 78 16 تبارك الله بالنسبه للاخوان دعوا مع مولاها الله يسهل عليه والله يعطيك شي يتمنى فيها شكرا بزاف ان شاء الله ودعوا مع الاخوان راه تبارك الله هو الله يحسن عوان تقريبا شوف من جاي باش يشري 25 وواقف على ديالو وخاسر رزقه باش يتوي يشري الله يسهل عليك الله يسخر لك امين الله يحفظك ودي الحاج الله يحفظك ودي الحاج بارك الله فيك واحد الحويجه داوم السيد سال اخويا كي داير لاباس عليك هاني الله يحفظك شحال ديتي هادو 34500 تبارك الله 34500 هادو الاخوان اغلى من الدراوش ياك هذا غادي لك سيبه ان شاء الله خير الله يسخر لك تبارك الله شحال شحال من راس سالو 6 6 ديال الله يسهل تبارك الله هذا شي مليون و 7000 مليون و 7000 بقات لي جمله مليون و 7000 بقات لي جمله تبارك الله والسوق اخويا كيبان لك داير مزيان ها ولكن راه كاين الثومه كاينه كاينه الثومه ودابا مشكلة دابا انت الثمن هو كاين وانت شريتي ما كاينش البديل عندك دابا هذيك السيبه هي المجال ديالك الله يسهل عليك الله يجيب لك تيسي الله ينورك تحيه اخويا الله يحفظك الله يسهل عليك عندك يهربوا لك اخويا عندك الاخوان اللهم بارك وحسن عن بيوع الله يسهل على مولاها اليوم الاخوان تبارك الله راك تيمان الاخوان شي حاجه الله يوصف الاخوان اللهم بارك الله يدير الشغل ديال الخير الاخوان تبارك الله السلعه هذه مليحه صراحه وراه تباعت الله يسهل على مولاها كاليتي ديالها تبارك الله غلا مدريه زينه شحال اسم محمد هنا؟ سفيان كيدير اخويا؟ بخير هاني لاباس عليك شحال هذه بعناها الله يسخر مولاها الله يسخر مولاها 41500 المشرى وعطانا فيها 600 درهم 41000 المشرى وعطاها 600 درهم الله يسهل عليكم تبارك الله الله يسهل شحال كاينه من راس هنا؟ 20 20 راس تبارك الله سلعه بدريه مليحه الاخوان هذه تخدم جوج جوي اللي بيكسب حساب خلال العين واللي بغى يدير خلال النعش تبارك الله اللهم بارك لا المليح تبارك الله الكاليتي اللهم بارك سلعه مليحه ما كاين لا حب لا والو ياك لا والو لا المليحه تبارك الله السلعه اللهم بارك سلعه زينه تبارك الله سي محمد تعال قرب عندنا خويا تبارك الله يعني باش تدوا النمر على الاخوان باش اللي بغى شي حاجه بحال هادشي مرحبا يعني راه كنت كيما تعاونوا معنا الناس كنتعاونوا معاهم حنا بالنسبه للنمره اللي بغى شي واحد غير يكون معقول وصافي هادشي اللي تبارك اللهم بارك كاين دار التليفون يا اخوان اعطيني النمره ديالك اسم محمد مثالي اعطيني النمره ديالك قول اي قول ديرو 7 74 97 40 70 الله يستر كيف ديما هذا خلي النمر ديال هذا بركه او واحد فيكم اجى البركه